والأهلي يعود، من يكسب ود هذه النقطة؟ شوط مثير، احتفل النجمة وسكت الحكم، من يحتفل الحين؟ وهذا كوستا، خلاص بصم على الشوط، بصم على الشوط. النجمة ينهي المباراة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء. وعدنا هنا الأخ صادق ثامر لإجراء المقابلات. ألف مبروك للفريق الرهيب النجماوي، وهارد لك فريق النسور الأهلاوية. خرج في هذا الموسم ببطولة كأس التعويض. نادي النجمة يحرز دوري 2017 بنتيجة قاسية على الأهلي 3-0. معنا كابتن حسن عقيل، ألف مبروك. الله يبارك في حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ما عندي شيء أقول، أنا عندي شيء أقوله عن سر هذه البطولة. ثلاثة أشخاص. الجمهور ما قصر على مكاملة، اللاعبين ما قصروا، ما نزل من شأنهم. مشعل، يوسف الزياني، هشام، هالين سر البطولة. ثلاثة دلين سر البطولة. أنا ما قصر من اللاعبين ولا قصر من الجمهور، هالين سر البطولة. معانا لاعبين نجمة المنتشين بالفوز. أول شيء كابتن، ألف مبروك، سر الانتصار اليوم. الله يبارك فيك، مشكور. أقول لك سر الانتصار اليوم، شنو سر الانتصار؟ سبب الانتصار اليوم صراحة كل اللاعبين أدوا باستثناء أي لاعب، وأعتقد أن يمكن نشوة اللاعبين حق الفوز، يعني يمكن عطاشهم حق الدوري سبب هاي المجهود اللي أدوا. أدوا مباراة من أحسن ما يكون. يمكن يعني أنا أشكر كل اللاعبين، كل اللاعبين أدوا اللي عليهم وأكثر، وأعتقد أنهم يستحقون الدوري. حسين مهدي، نتيجة قاسية 3-0، ما تحس أنها كانت نتيجة ثقيلة على الأهلي؟ الحمد لله، بارك حياتك حبيبي. شباب ما قصروا، أدوا اللي عليهم، توجيهات المدرب ما قصر حبيبي. ألف مبروك صارق هرونة، أشهر كلمة العام، أول أوت. مالك التخريج. شنو سر الانتصار والدفاع المستميت اليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين، الصبيان كلهم لعبوا اليوم بدون استثناء، يعني كلهم ما قصروا، كل واحد يعني من البداية اللعب كان واضح ان احنا نبي نفوز، الكل قاتل للنهاية والحمد لله جبنا الدوري. ألف مبروك يوسف خالد، ألف مبروك. الله يبارك الدوري بيكتن. وعدتنا انك تجيب الدوري وجبت اليوم من بداية الموسم، قلت ان شاء الله احقق شيء ويا النادي، واول نهاية لعبوا ويا النادي. ذاك الموسم صادتني إصابة، هالموسم إصابة، وقلت إن شاء الله ألعب وإن شاء الله حققت. المتابعين كلهم يقولون يوسف خالد قدم مستوى ولا أروع هالموسم. قصرون بمجهود كل الجماهير هذا اللي هو طلع هالمستوى. ألف مبروك كابتن. Congratulations لنيلسون كوستا. So you know Arabic. شوية. What is the secret of your winning today? From first day. Work very hard, the training, and the match. You put your heart in the court, and you give everything. I talked before with players. This is like the last game of life. You must give everything. So I'm so happy because it takes this. I can say some words in Portugal for my friend. Galera do Vitória, minha mãe, família. Te amo todo mundo. Hein? Tamo junto. Obrigado. Campeão! Woo! Congratulations, boss. تتواصل أفراح النجماويين بتحقيق الدوري للموسم 2017. مباشرة معنا تكريم اللاعبين والحكام. أيضا معنا الكابتن حسين الحايكي. نقول ألف مبروك كابتن. مشكور. شنو سر الانتصار هاي اليوم كابتن؟ في الكرة الأولى والإرسال المواجه هو سبب فوزنا. لاعبين كانوا يخلصون كل الكرة والحمد لله. أصابعك الخفيفة على الكرة كأنها سحر يقولون المتابعين. الدردشة عندنا في اللايف كلهم يقولون حسين الحايكي أصابعه خفة. وش السر في هاي الأصابع الذهبية؟ انخلق كذي وماشي يدي كذي، والحمد لله توزيعي كان زين اليوم. قدرت يعني توفقت ويا اللاعب اللي أعطيتهم. أنت في الكرات الحساسة كنت تضع ثقتك في منه؟
كنت احاول افاجئ لان كان عندي فرق شوي، كنت العب على مركز اربعه، كانوا يخلصون كورهم اول باول، فمشيت وياهم ازيد ازيد من كوستا. اليوم خلينا نقول مركز اربعه كان افضل مركز عندك يمشي، لان يمكن الاهلي تفكيره انصب على مركز اثنين. تركيز الاهلي، تركيز كل الفرق تركز على كوستا، ولعبنا احنا بنحصل على كوستا في الكرات العاليه، فحاولت اسرع هنا. الف مبروك كابتن، وان شاء الله من هاي للكاس. ان شاء الله مشكور. من اترك من ديره اليوم. الشيخ علي بن محمد آل خليفة يكرم لاعبي نادي النجمة بالميداليات الذهبية مع تواجد رئيس نادي النجمة عيسى القطان. ألف مبروك أبو عبد الله السيد عيسى القطان رئيس نادي النجمة على هذا الإنجاز التاريخي للنجمة اللي يتكرر للمرة السادسة أو السابعة في تاريخ النجمة. الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. وطبعا مباراة كانت مباراة صعبة، فريق الأهلي فريق قوي، فريق الأهلي ماخذ بطولة العربية قبل فترة بسيطة، ولكن الحمد لله أن إحنا عندنا رجال وأبناء النادي استطاعوا أن يفوزون بالدوري وعلى بطل عرب، ففعلا يستحقون أن يكونون بطل هذا الموسم. وهاي أكيد يرجع إلى التخطيط السليم لمجلس الإدارة وعلى رأسهم سيد عيسى القطان. إحنا ذكرنا من سابق أن في استراتيجية معينة إحنا راح نمشي عليها. كان هدفنا في قبل ثلاثة مواسم المربع العام كان يعني هدف نوعا ما، أول العام كان أيضاً المربع، من العام كان هدفنا البطولة، ما توفقنا العام بطريقة الكل شافها والصحافة تكلمت عنها، لكن الحمد لله رب العالمين اليوم تحقق البطولة، وبطولة يعني نفتخر فيها. ترى هذه الدرع مر على أول درع احنا خذناه 37 سنة عام 1996، ومثلنا بطولة مجلس التعاون في الكويت، وعقب 37 سنة اليوم احنا نعيد وناخذ البطولة، وتكون السنة الجاية بعد بطولة مجلس التعاون في الكويت، فالتاريخ يعيد نفسه. على طاري دورة مجلس التعاون، شلون بيكون تحضيراتكم ان شاء الله؟ يعني راح تكونوا انتم ممثل للوطن مع دارتشلي الممثل الثاني كون البطل لهاي السنة،
تخطيطكم ان شاء الله راح يبتدي من هاي السنه الى السنه القادمه، شنو راح تكون تحضيراتكم؟ يعني راح يكون في تحضير، راح يكون في استقرار في الجهاز الفني الاداري واللاعبين، نحاول نحافظ بقدر المستطاع على اللاعبين. وباشرك دائما الفرق البحرينيه هي محل انظار كل دول مجلس التعاون، لان البحرين غنيه بشبابها. البحرين ما تجيب 7 8 10 مجنسين ويلعبون ويقول لك احنا هذا فريقنا، لا، هذين كلهم ترى عيال الوطن. عندنا حسب القانون محترف واحد، الباقي كلهم ذلين عيال الوطن، وهم وقوه البحرين في انه يكونون ابناء الوطن، هم الممثلين حقيقيين للفريق، فيلعب بقلب من داخله. فعلى هالاساس طالع ان الفرق البحرينيه كثير ما تحقق البطولات يعني. والنعم فيهم عيال الوطن ما يقصرون، رافعين اسم الديره عالي. وبعد شفنا المحترف اللي عند النجمه ليلسون كوستا ما قصر، وكان علامه فارقه للنجمه، كل الفرق تعمل له الف حساب. نعم، احنا توفقنا وياه ووقعنا معه 3 سنوات قدام، منعا من ان احد يدش علينا على الخط، فاحنا وقعنا وياه في بدايه الموسم. وهي تصريح من السيد عيسى القطان ان تجديد ل3 سنوات قادمه. نعم، ولا احد يصوبه. الف مبروك كابتن، وان شاء الله من هاي للكاس، ونشوفكم بعد في العربيه ان شاء الله. مشكور، يعطيك العافيه. نلقاكم اعزائي على خير وفي محافل اخرى، انتظرونا مع التغطيه المتميزه لكاس ولي العهد، الكاس الغالي. الى اللقاء.